بدايتي كلاعب وانا في الثانوي معايا زميلي بيلعب في الالعاب قوه سريع في النادي الاهلي، كنت بسبقه بقى في الحوش. خد النادي الاهلي، لا ده صعوبه جدا ان تعمل لك تصريح، وده يعني لفه جامده. فنزلت رحت للمشرف في المدرسه، نزلني في طول المنطقه، طبعا ما فيش احماء، ما فيش النواحي الفنيه دي خالص، انزل اكسر بالكاوتش ولا سبايك ولا بتاع. القاهره الكبرى كانت في كليه التربيه الرياضيه، خدت اول، اكتشفوني النادي الاهلي، بدات اخش النادي الاهلي من هنا. ما فيش سنه خدت اول جمهوريه ناشئين تحت 20 سنه، لان كنت في الثانويه، وبعدين بعد سنه بقيت ثالث جمهوريه درجه اولى. بعد سنه كسرت ارقام مصر في 100 و200، ولعبت نشاط دولي بقى مع اليونان وتركيا وقبرص، ويوم اولمبي في المانيا الغربيه، وكنا عملنا بطوله عربيه، كانت في بطوله عربيه سنه 64 او 65 في الاستاد على حمره، ما كانش في ترتان، يعني احنا افتتحنا البطوله دي. فخدت ثالث 200 لاني وقعت في حاره واحد، وحاره واحد كل المسابقات اشتغل فيها بقت نقر، الحارات الثانيه سليمه ما بقتش عارف اجري فيها، رجلي نقر كلها. فخدت ثالث، لو انا خدت حاره ثلاثه واربعه وخمسه كنت خدت اول، وكسبنا اول ورقم عربي جديد في التتابع 4%. كل البطولات المحليه كنا بنكسب اول فيها، ونادر ما اطلع ثاني ثالث، يعني في سباق ال 100 متر وال 200 متر بالذات كنت متخصص فيها. وطبعا الجيل بتاعنا كان التدريب مش حديث، وكان النشاط مقصور على تبادل الزيارات بيننا اليونان وتركيا وقبرص ويوغوسلافيا وبطوله عربيه، دي نشاط كنا احنا بنشتغل في الحدود ده. يعني كانت تركيا كان هنا جم كسبونا، وكان ليا قصه جميله عايز اقولها. فكنا بنروح درجه اولى يلعبوا مع اليونان، ويطلعوا من اليونان على تركيا بعديها ناشئين. فانا طلعت مع الكبار، يعني كنت انا بقى في سني مع الكبار، رحنا اليونان فنزلنا في فندق ووزعونا على الادوار، وجت بعثة من فرنسا بنات كده واحنا وزعناهم على الادوار، وكان الدش عندنا ثابت ما فيش المتحرك. فلما دخلت الاوضه اللي قاعد فيها لقيت الدش بتفضل فرحان بيه بقى، استحميت يومين يوم اللعب بالميه سخنه وبخار وبتاع وحاجات كده، ما عرفتش تاثير الميه السخنه دي عليا هيحصل ايه. انزل 100 متر اجري في السبق من 50 متر الاولانيه بجري في مكاني، وبعد كده كله بيعديني والاحتياطي بتاعي بيعديني. قالوا ده مدحت عبد النبي بقى عمل حاجه غلط ومشي حاجه غلط، واتهمت بحاجات كتيره قوي. تاني يوم في ال 200 كده، وقاعد انا زعلان وقاعد في الطياره واحنا رايحين تركيا، قلت اتذكر يعني ايه اللي حصل لي، اللي انا حصل لي ده. يا نهار ابيض، الميه السخنه فكت العضلات، هو دي بقيت كل عايز اكمل الحاجات. نزلت بقى تركيا ما جتش جنب الميه السخنه دي تاني، قطعت لعيبه تركيا وارقام جديده لمصر في ال 100 وال 200 وبقيت فرحان. فبقى لما تحولت مدرب بقيت انصح اللعيبه قبل اللعب، اوه الميه السخنه، ده الميه فتره خفيفه بتاع. خدنا ايه يعني في فكره عن الميه السخنه بتفك العضلات قبل السبق. كان حياتنا كلها جوه النادي، وكانت ليا زميله الاخت ناديه شريف، كانت دي جوزها كان لاعب كره الاساسيه، واولادها سباحين كبار في فريق السباحه، وكانت الام المثاليه دايما في النادي هناك، كانت هي مدربه زميلتنا. كنا نقعد نتكلم في العاب قوه كتير، ونقفل باب النادي ونروح متاخرين من المناقشات في العاب القوه دي، وكان المضمار يعني بتاع العاب قوه هنا، والكوره لغوه عشان ما يبقاش في تدريب كوره، العاب قوه هنا. وبقينا ايه مشتتين بره. وطبعا النادي الاهلي معقل الرياضه في مصر. يعني اي لعبه تضعف في النادي تبقى الاتحاد اللعبه ما عندوش لعيبه. شوف يعني شوف قد ايه بقى النادي الاهلي بيدي رسائل كبيره قوي لكل المنتخبات. ف دي الذكريات الحلوه اللي احنا بنتكلم في العاب القوه، بنتكلم في تطوير حاجه حديثه حصلت في العلميه، بنتكلم فيها لبعض.
ونغذي، وكل المدربين بتوعنا اساتذه في كليه التربيه الرياضيه، بس كانوا لعيبه دوليين يعني، مش كانش كان ممارس، ممارس ومحاضر واستاذ في الكليه بيبقى خبرته كبيره جدا. النادي الاهلي البيت الثاني لكل اسر اعضاء النادي، والنادي الاهلي المنفذ، الحياه، الراحه النفسيه لكل اعضاء النادي، لانه فيه المزايا، وكل مجلس بيجي بيكمل شغل المجلس اللي قبليه ويستحدث لافضل. فهنا الناس حتى بتوع المعاشات يصحوا بدري ويجوا جاري يقعدوا في النادي، لأ كل حاجه متوفره لهم، راحه ويتسلوا كانهم في خدمه في عمل.